أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. لا زال هناك تراجع في مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار العالق وأيضا نشاط الرياح الجنوبية الشرقية اللي قاعد يتسبب في إثارة بعض الغبار خاصة على المناطق الجنوبية، وأيضا الأجواء غائمة جزئيا وباردة. خلونا نتعرف أكثر على أجواءنا الحالية في مدينة الكويت. أجواء غائمة جزئيا والرياح جنوبية شرقية سرعتها 30 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة 19 درجة مئوية، الرطوبة النسبية نوعا ما مرتفعة إلى 46%، والرؤية الأفقية إلى الآن متراجعة إلى حروة 4.5 إلى 5 كيلومتر في بعض المناطق. صور الأقمار الصناعية على دولة الكويت تبين لنا عبور كمية من السحب خاصة على دولة الكويت وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة العربية السعودية. حاليا نقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي قادم من البحر المتوسط، لكن راح يبدي يتراجع من نهاية هذا اليوم ويدخل علينا مرتفع جوي راح يأثر علينا بانخفاض نسبي وملحوظ في درجات الحرارة، لكن أيضا راح يتراجع خلال عطلة نهاية الأسبوع ويدخل علينا منخفض جوي مرة ثانية يأثر علينا بدفء ملحوظ في درجات الحرارة، وأيضا راح نلاحظ عبور كمية من السحب وعودة للرياح الجنوبية الشرقية. الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة، نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية مستمر خاصة على المناطق البحرية، درجات الحرارة حول المعدل ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد يستمر معنا الهواء الكوس خاصة على البحر، لكن راح يكون متقلب الاتجاه خفيف السرعة على المناطق البرية. أجواء راح تكون باردة نسبيا، متوقع تصل درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق ما بين 9 درجات إلى 13 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية. منتصف يوم الغد أجواء راح تكون دافية، السماء صافية خالية من السحب، متوقع تصل درجات الحرارة العظمى في يوم الغد ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر، وأيضا راح يكون الهواء خفيف إلى معتدل سرعته ما بين 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. مساء يوم الغد راح نلاحظ تكاثر كمية من السحب خاصة على المناطق الجنوبية والمناطق الساحلية من البلاد، أجواء راح تميل إلى الدفء نوعا ما خاصة مع دخول منخفض جوي مرة ثانية، الهواء راح يكون خفيف إلى معتدل ودرجات الحرارة ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج قد يصل من حين إلى آخر ما بين 2 إلى 5 قدم، وهذه الفترة من فترات الفساد اللي تكون فيها تيارات الماء ضعيفة. المد الأول باكر راح يكون الساعة 3:37 دقيقة الصبح، المد الثاني الساعة 4:44 دقيقة مساء، أما الجزر الأول الساعة 10:27 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 11 دقيقة مساء. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 5:19 دقيقة، شروق الشمس الساعة 6:41، أما موعد أذان المغرب الساعة 5:19 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة، باكر راح يكون الهواء متقلب الاتجاه إلى جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة، تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع نهاية اليوم راح يقلب إلى شمالي غربي، متوقع تصل العظمى إلى 23 في مدينة الكويت، أما الصغرى 10 درجات مئوية. يوم الخميس يرجع معنا الهواء الكوس مرة ثانية وراح نلاحظ تكاثر كمية من السحب، تصل سرعة الرياح الجنوبية الشرقية إلى 32 كيلومتر في الساعة، العظمى المتوقع 22، أما الصغرى 9 درجات مئوية. يستمر معنا الهواء الكوس حتى يوم الجمعة، تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة، العظمى 24، أما الصغرى 12 درجة مئوية. يرجع الهواء شمالي غربي، وأيضا راح ترجع الأجواء الباردة ابتداء من يوم السبت، وراح تكون ملحوظة أكثر خلال يوم الأحد. سرعة الرياح تصل إلى 38 كيلومتر في الساعة، العظمى المتوقع ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية، أما الصغرى ما بين 9 درجات إلى 10 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين تنتهي جولتنا الجوية، لكن بعد ما ناخذكم في جولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.